بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوان والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ضروري كان خصني نتكلم في نفس الموضوع اللي دار ضجه هذا الاسبوع. هذا الموضوع هذا اللي دار ضجه في العالم الاسلامي كامل. هذا الموضوع هذا اللي في الاول كان مفاجاه، من بعد دار ضجه، من بعد اثار صدمه، من بعد اثار تخوف، ولكن بسرعه وصل المرحله الاخيره، وهو انه اثار السخريه ديال الامه الاسلاميه كامله. وشفنا بانه هذا الحادث هذا اللي تخطط ليه باش يكون عظيم سرعان ما دب اليه الفشل. وشفنا بانه هاد اصلا هاد المبادره هذه اللي دارت وعلنت على راسها، شفنا بانها هي احدى يعني اغبى المحطات في التاريخ ديال معاداه الاسلام، احدى الاغبى. كانت واحد المبادره غبيه. الامر باش كيتعلق مركز التكوين، هذا مركز التكوين هذا دار في مصر وجمعوا ليه واحد المجموعه المثقفين، الرابط المشترك ما بين المثقفين جمعوا ليه، فين ما كاين شي واحد عدو للاسلام، فين ما كاين شي واحد عدو للسنه، فين ما كاين شي واحد عدو للشعائر الاسلاميه، فين ما كاين شي واحد متشكك في الدين، فين ما كاين شي ملحد، فين ما كاين شي واحد ما كيحملش حتى شي حاجه في الاسلام جمعوا ليه. هذا هو المجموع، انهم كلهم كيهاجموا الاسلام ويتشككون. يعني في عظمه يكون واحد الخليط ديال العلماء والعقول النابغه طلع الصواريخ وطفوا كل المشاكل ديال الامم وتنظر البشريه في السلم ديالها وتنظر البشريه باش تحقق الامن والرخاء الى غير ذلك. كيتجمعوا هاد اللفيف كامل، فيما كاين شي واحد ضد الاسلام جمعوه. هذا سموه مركز التكوين، مركز التكوين تكوين ياش ما نعرف. وسموه الناس عاده، كاين اللي سماه مركز تكوين الملاحده، مركز تكوين المتشككين، مركز واسماء كثيره. هذا هو اللي جمع المركز. النهار الاولي تشمت فيه الرائحه ديال الفلوس، والنهار الاولي تشمت فيه الرائحه ديال العربده. النهار الاولي مع ديك الدقائق الاولى ملي بداو كيتصوروا التقطت شي صور وكانت كتعني بزاف ديال الحوايج. قلت لكم انا بان غادي نتكلموا على هذا الموضوع. هو في الحقيقه لاحظت انا بانه واحد العدد كبير، الا ما اقول تقريبا كلشي، المهم اللي في العنان بعد اللي شفت هذا الموضوع، سبب واحد التخوف كبير، واحد الضجه، واحد الصدمه، في حين انه في العكس كان خاصو يثير الفرح. ماشي لانه سرعان ما فشل المشروع، لا، لانه وكاين واحد الخلط عند المسلمين في السبب اللي ادى الامه الاسلاميه لهذه الدرجه، واحد الخلط فظيع وخطير. يعني هذا الشيء اللي كنشوفه مثلا عند ردود الفعل اللي هودت عليه كامله، من واحد الناحيه ايجابيه، ولكن من واحد الناحيه راها ماشي ايجابيه، راه كان خصهم يخليو هذا الشيء، هذا الشيء اللي داروه اللي لهذا كان خصهم يتكمل. ونقول لكم علاش. الناس اللي كيدرسوا الامه الاسلاميه كيفاش تشتت، هي تشتيت وكيفاش دب اليها الوهن وكيفاش ضعفت وكيفاش في الاخر ولات تقسمت امما شتى، وكيفاش كل امه عاود ثاني. هذا اللي متبع الوضعيه ديالها مجمعون على ان السبب في تخريب الامه الاسلاميه وما لحق بها مباشره من بعد الوفاه ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدارسين الحقيقيين قال لك اودي بانه ما عمر الامه الاسلاميه تضربات من شي تجمع علني او لشي كيان علني او لشي واحد موجود بطريقه علنيه. دائما وابدا غادي نتلقاو الامه الاسلاميه الضرب اللي ضربات كلها من طرف حركات سريه باطنيه كامله. ما عمر الامه الاسلاميه ضربات مثلا مشينا جاو علنيه وقال لك نحن اعداء الاسلام، حنا جينا باش ما عمرهم. حتى في ديك الفترات السوداء اللي كانت في القرن الثالث والرابع الهجري، ملي تجبدت الخلافه الفاطميه ودوك المذاهب الاسماعيليه الباطنيه اللي كانت في الاصل ديالها كفر، ملي انتشرت عبر عموم العالم الاسلامي، لانه في القرن الثالث انتشرت هاد بزاف ديال الدول الاصل ديالها كله كان المذهب الاسماعيلي. هاد الاسماعيلي كان باطني. شنو باطني؟ باطنه كافر كفر وظاهره نصره. ومنها تسمت الدوله الفاطميه الدوله الخبيثه او الدوله العبيديه اللي تنسبت زورا للفاطميين. قلت لكم انا هذوك الفترات السوداء كلها وقاموا بها حركات سريه باطنيه تقمصت صوره الاسلام. ما عمر الامه الاسلاميه ضربات من طرف حركات علانيه، لا، المخير فيهم كيقول لك انا جيت مصلح،
هذا مخير فيهم الحربة الاخري الحنش الاخري كيتقمص الصفات ديال التحديث او اللي كيقول لك انا جيت مصلح في الاسلام هو اللي كيخرب من التحت. يعني دائما العالم الخفاء والسريه هو اللي استخدمت فيه الامه الاسلاميه. ونزيد نفكركم بواحد الحاجه هنا هاد الشركة يعرفوا الناس اللي كيدرسوا السيرة والحديث وداك شيء. أنا نهضر غير من ناحية ديال التاريخ باش مش عاوتاني شي واحد يقول لي قلتي هادي ما كاينش في الحديث ولا. أنا نهضر من ناحية ديال التاريخ. الأمة الإسلامية نهار فجا الدين فجا الإسلام وجا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نتمنى كل شيء يتبعني غير باش ندرج ونبسط وصافي. وإلا شاط الوقت عاد نعطيكم واحد شي فيديوهات على هاد الشيء اللي وقع وداك الشيء ما شاطش مرة أخرى. حنا المهم هو أننا غير نفهموا الحقيقة ونفهموا أشنو كاين. قلت لكم أنا ملي جات الدعوة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت لقات في الجزيرة العربية اليهود ولقات العرب. العرب كانوا متبعين يا إما الحنيفية المهم كيعبد على الله وصافي ومغادر مع ديك الغلط وكيقول لك ودي ديك التماثيل وداك الشيء اللي يقربونا إلى الله زلفى غير باش يقربونا واخ. وكانوا اليهود ملي داز المراحل ديال الدعوة العام الأول الثاني الثالث المسائل إلى غير ذلك اليهود تقسموا على ثلاثة. كنت من يتبعوني الإخوان باش تعرفوا بأنه هاد الشيء اللي وقع دابا علامة ديال الغباء وباش تعرفوا بأنه هاد الشيء اللي وقع ديال دابا كان خصو يوقع وبأنه إلا ظهرت شي مجموعة أخرى حتى في المغرب. المغرب راه كاين أصحابهم وراه كانوا هذوك اللي في مصر كانوا كيفكروا في حالة ما إلا نجحت الخطة غادا تبدا تعمم. وتا في المغرب كنا غادي نشوفوا شي مركز تكوين بقاو يكونوا لنا المتشككين والمسائل حتى وكنا نشوفوا تا هما بحال 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 الافتتاح ديال هادو اللي وقعوا في مصر في الافتتاح راه بانوا تما القراعي ديال الكعدة والمسائل. يعني كانت الأمور غادا. إذا قلت لكم أنا إلا ظهروا وعخليوهم وعخليوهم علاش لان هادشي اللي وقع راه فيه خير راه يعني ودليل بلاده وغباء. المهم انا جايكم قلت لكم انا اليهود كانوا تقسموا على ثلاثه واحد الطرف اندمج في الاسلام صافي قبلوا الامور وبان لهم الحق وكان مكتوب عندهم في الكتب بانه غادي يجي واحد الرسول من الحفاده ديال النبي الله سليمان اسماعيل عليه السلام مشاو مع 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 الاسلام. واحد الطرف خوا منهم اللي هودوا اليمن خوا صافي ما بقاش تما كيدور. واحد الطرف تمسك بالاسلام ظاهريا الظاهره ديال التخفي وندسوا في الصفوف. هذاك هو اللي كان اسس واحد التنظيم سري الزعيم ديالو كان هو عبد الله بن سباء. عبد الله بن سباء هو اللي ندس ودار تنظيم سري بدا هذا التنظيم. هذا هو اللي تنسبت له ديك البلبله اللي كان كيديروها في صفوف الصحابه في ديك معركة الأحزاب وديك واحد المعركة جر ليهم عاوتاني التولوت إلى غير ذلك. نسبت له التنظيم دياله في العهد ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الباب كان مسدود عليه ولكن من مراه بدا هذاك التنظيم السري ديال قلت لكم اليهود اللي هما مندسين وهما منافقين بدا كيخدم. هو اللي سبب ديك البلبلة وعاقبة وفاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسبب له بدا البلبلة في حرب الرداء أبو بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وكملها في العهد ديال سيدنا علي ديك البلبلات. وهذا التنظيم هو اللي سبب الانقسام ما بين الشيعة والسنة. وهذا التنظيم هذا الأغلبية ديالو دخلوا في الشيعة وبعض منهم تقمصوا الصورة ديال أولياء الله. البعض منهم هما اللي خرجوا المذهب الإسماعيلي وهذاك المذهب الإسماعيلي هو اللي في القرن الثالث غطى العالم الإسلامي خلق الدولة الفاطمية وتنظيم الحشاشين والقراميطة والبويهيين وزيد 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 وزيد. إذن الأمة الإسلامية الضرب الكبير كان من طرف الناس اللي كيخدموا في الخفاء والناس اللي كيقول لك حنا كنصلحوا هما اللي ضربت منهم الأمة الإسلامية. ما عمرها ضربت من جا شي واحد وصل المسلمين وقال لهم سمعوا أنا غادي نعوجكم أنا ما نعرف شنا هو. عليها كنطلب من الإخوان والأخوات يردوا البال ديالهم. هاد المجموعة اللي دارت هاد الشيء ولا اللي كانت كتفكر غادي تبان غير خليهم يبانوا. هادو راه أكيد أنه واحد الغلطة واحد الفلتة ندموا عليها ندما شديدا ونتمنوا أنهم غير يكملوا. علاش؟ لانه مضاد الحقائق. جميع الحركات السريه قلت لكم انا الخصوم اللي ضربوا الاسلام ضربوه من جهه دعا لهم الخفاء والسر. في القرن الثالث كان عبد الله بن سباء التنظيم ديالو للمنافقين في القرن الثالث وعن طريق المذهب الاسماعيلي كان عمم عده دول في العالم الاسلامي مهدت الوهن ومهدت الضعف في الامه الاسلاميه ومهدت للغزو الصليبي
وفي الاخير تحالفوا الاسماعيليين مع الصليبيين. الصليبيين اللي كان خدم فيهم تما كانت التنظيم السري سميتو فرسان الهيكل. فرسان الهيكل هذا راه تنظيم هو اللي من بعد ولد الماسونيه. هذا التنظيم هذا هو اللي خدم في الحروب الصليبيه اللي مهد له الطريق هو المذهب الاسماعيلي اللي فرخ عده دول خبيثه في المنطقه. في الاستعمار هاد فرسان الهيكل هما اللي تحولوا لتنظيم الماسوني، وهذيك الشخصيات الماسونيه هي اللي خربقت في الخريطه كيف بغات، هي اللي طوح كيف قلت لكم طيحت الدوله العثمانيه وقسمت الدول الاسلاميه لعده دول، وهي اللي لعبات في الفتره ديال الاستعمار هي نعم في الفتره ديال الاستعمار هي اللي كانت مشرفه. والدليل على ذلك انه في المفاوضات اللي كانوا كيتفاوضوا الاستعماريين اللي كانوا كيجبدوا الخرائط ديال الدول الشخصيات اللي كانت كتنسق وكانت كتوسط كلها ماسونيه. مثلا غير بداك مؤتمر الجزيره باش جمعوا 12 دوله ولا 13 باش يقسموا باش ديك الساعه رجعوا ديك رجعوا المغرب فرنسا ملي ردت مع بريطانيا الى غير لان المغرب كانت تديه بريطانيا ملي بقاو كيردوا على بعضهم الى غير ذلك. ديك الساعه المغرب صافي خاصو لفرنسا. الشخص اللي كان ديك الساعه كان الرئيس الامريكي نسيت الاسم ديالو ايزنهاور، هذاك ماسوني من الدرجه 33. يعني انه اللي خرب في الامه الاسلاميه اللي لعب هو تنظيمات سريه. ودائما كيكون التواطؤ في الداخل لانه في التقسيم ديال الدول الدول الاسلاميه وداك الشيء الخلافه العثمانيه راه كانوا استقطبوا واحد المجموعه ديال الدعاه وكانوا كلهم مصلحين منهم داك محمد عبده وجمال الدين الافغاني الى غير ذلك. اذا دائما كتلقى داخليا واحد كيخربق باسم الاصلاح والتحديث وما نعرف شنو هو وكيضعف وكيدير البلبله وكيمهد للطرف الاخر انه باش يدخل. هذه معلومات كنعطيها لكم هي كثيره ربما وفيها تفاصيل كثيره، ولكن يعني الظروف هكا يعني نقولوا واحد شويه حسن لينا ما نتسنى نقولوا بزاف وما يتقال حتى شي حاجه. وكنذكروا كذلك الفتره ديال استعمار الزعماء، المرحله ديال استقلال الزعماء العرب اللي طلعوا بالانقلابات القذافي وداك الشيء اللي كان في قبل من حافظ الاسد والعراق وهذه وهذه، جا واحد الجيل ديال الشباب كله كانوا اعتنقوا القوميه واعتنقوا داك الثوريه وداك الشيء وتصوروا الشعوب بدات كتصورهم كانهم الهه نازله من السماء. لاحقا تبين بانهم كلهم فرد فرد كانوا عملاء يا اما الاستخبارات الامريكيه واما البريطانيه واما الفرنسيه. كاملين مكمولين تبين اكثر من ذلك اكثر من ذلك. خرجت الاسرار على الجزائر، السياسيين في الجزائر عندهم العروق متجدره وكيف تاخروا في الخاصه في الخصوصيات ديالهم في الجلسات الخاصه. وشي مره كيفضحهم الله ملي شي واحد كيسكر والمهم شي حاجه وهذا وكي بحال داك يحيى اللي في الجزائر في واحد المره علانيه ظهر مع راساتو قالوا ودي باننا حنا احفاد الفاطميين. شكون الفاطميين؟ الاسماعيليين. شكون الحركه الاسماعيليه؟ هي اللي كان دارها عبد الله بن ميمون القداح يهودي. وظهر كذلك في ليبيا معمر القذافي حتى هو عاوتاني واحد المره سخن وقال لهم ودي بان غادي نحيوا الدوله الفاطميه الثانيه. كذلك السياسيين في مصر حتى هم عاوتاني الجذور ديالهم، هذا واحد الموضوع كبير. بالعربية بغيت نقول لكم أن الأمة الإسلامية كلها تخدمات من طرف الحركات السرية والحركات الباطنية اللي كتخدم تحت الأرض. وكتخدم كيكون عندها الباطن في شكل وكيكون عندها الظاهر في شكل. يعني انه في الامتداد ديال الامه الاسلاميه هذه معروفه بانه الامه الاسلاميه دائما كتخدم من عالم الخفاء، ما عمر شي واحد يقدر يواجهها علنا. والدليل هو هادشي اللي كنشوفوه دابا مثلا في هاد المؤتمر ديال هاد مركز التكوين. جمعوا المتشككين والملاحده والمخربقين الى اجمعوهم كاملين وصافي وقالوا غادي نديروا مفاجاه. فاذا بديك المفاجاه كتنقلب. النهار الاولي خرجوا تما هذا التصاور، من بعد الشباب في التواصل الاجتماعي جبد كل مفكر جبد له الزبايل ديالو اللي كيقولها في الهضره اخطاء كتبين بانهم والو ما قاري لا تورات ولا عبوا العيدي ولا هم يحزنون على الكذوب في الكذوب ومدربين غير بالوسائل ديال الغميق والوسائل ديال الزوار.
وكيلويو للهضره ومدربين على ديك التقنيات ديال الهضره وكيغمقوا على عباد الله بديك اللغه الفصحى. ورغم انه النسبه الاميه في الدول الاسلاميه جد مرتفعه، مع ذلك ما ضوخوهمش. ورغم انه الاسلام خصكم تعرفوا واحد الحاجه، هو الوحيد اللي ما عندوش اللي يحميه حاليا. هذه واش كتعرفوها ولا ما كتعرفوهاش؟ الاسلام الوحيد ما عندوش اللي كيحميه حتى فشي دوله اسلاميه نهائيا. ما كاينش مثلا وزاره الدفاع الاسلام، ما كاينش في جميع الدول. كتلقاو مثلا ادارات خاصه بديك الاوقاف والمساجد والخطباء، كل وزاره واش كتسمى. ولكن مثلا شي وزاره ولا شي قطاع ولا شي دوله كتقول لك انا ادافع على الاسلام وعند القوه وعند هادي، وفي ماشي واحد يسيء مثلا شي واحد تضغط عليه ولا شوف شنو، ما كاينش. حتى ايران طلعت خائنه، ايران طلعت خائنه غداره. ايران طلعت وحنا شفناها الامتحان اللي كيدوز عليها يوميا فلسطين. واصلا ايران والشيعة والمذهب ديال التشيع اصلا كل الكلام ديالو مع هاد المتشككين بحال بحال. علاش؟ لان حتى الشيعة كينكروا، كيقول لك ما كاين لا عمر ولا ابو بكر، حتى هما كينكروا ومعترفين غير بسيدنا علي. الصحابه ما عرفش شحال 100,000 صحابي اللي عاشروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كيصدقوا فيهم حتى واحد، ما كيرويو الحديث على حتى واحد، عندهم واحد المجموعه قليله، سلمان الفارسي وشي حاجه بحال هكا. يعني راه بالافكار بحال بحال. هادو عاوتاني متشككين. اش كيقول؟ كيقول لك شتي التراث والاسلام والبخاري وما نعرف شنو هو، كيقول لك في عهد الدوله العباسيه صايبوه في عهد الدولة العباسية. كيقول لك هادشي كله دابا اللي في المكتبة الإسلامية تصايب في عهد الدولة العباسية، تما صايبوا محمد وصايبوا له الصحابة وصايبوا له المعارك وصايبوا الكتوبة ديال الفقه، صايبوا كل شيء. يعني والغباء حتى في المغرب راه باقي كيقول هذاك، فهمتي؟ ماشي لوكا ذاك الآخر، ذاك اللي قال لك البخاري تسالى، عند بالو زعما الدولة العباسية بحال كانت عندها مطبعة، كتالف كتاب، كتضرب واحد الليله مع شي حاجه كتستهلكها، وكتبقى كتب وكتدفعوا للمطبعه وهي كتطبع لك من داك الشيء وكتحطها في المكتبه. بحال مثلا هذاك اللي كيقول لك البخاري ما كاينش، هذاك اللي داك اللي هو ما كاينش، قريت انا قال لك البخاري، قال لك الكتاب هو بيده، بعدا هو بيده الامام البخاري، قال لك داك الشيء اللي قالوا كامل، قال لك في الزمان ديالو، الزمان ديالو قال لك قراه عليه 90,000 واحد في الزمان ديالو قبل ما يكتبوا، قراه مباشره. وهما بقى كيقول لك البخاري ما كاينش وداك الشيء كله تصيف على الدوله العباسيه. يعني قلت لكم انا كيتصوروا الدوله العباسيه بحال كانت عندها مطبعه صافي، كتبت تكتب 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 على الورد وكتكليكي اونفوي والمطبعه كتطبع صافي، وكتصوروا الامور بحال. عاوتاني شفت واحد الحمق كيقول لك، كيقول شتي السيره ديال بنو هشام ما فيها حتى شي نسخه كدور في العالم. انا غادي نحط لكم واحد الفيديو الى شاط ليا شويه الوقت، كيقول لك ما كاينش حتى في العالم، وفي حين ان عاوتاني كلقى بانه قال لك النسخه الاصليه هذا موجود ربما شي 127 ولا شي حاجه اللي كنجبروا. نرجعوا للموضوع ديالنا، قلت لكم انا هذا التجمع اللي دار في مصر باش يكون هو كيكون الناس اللي غادي يتشكوا، يبقاو زعما يشكوا في عباد الله. دابا هذا المركز تكون، دابا هما يبقاو يكونوا، هما يبقاو باش تعرفوا بانه القضيه راه طالعه على الفلوس. ملي تسمع شي واحد كيقول لك اودي غادي نتلاقاو باش نتشاوروا، المهم خفيفه. اولا كتلقى شي واحد يقول لك درنا واحد المركز باش يبقاو يتلاقاو العلماء ويخموا، خفيفه. ملي تسمع شي واحد قال لك ارى ليا باش نبقاو نكونوا بنادم او قريوه، تما عرف الفاكتوره راه غادي تكون غاليه. فهمتي؟ عارفها حد هادو ما داروش مركز عا باش نخمو او لا نتشاورو او لا دابا هادو قال كنديرو مدرسه، غيديرو جامعه، يعني القضيه فيها الفلوس. وراه قالها واحد فيهم سمعتو، قال لك النهار الاول قال لك هادي دايره على الفلوس وصافي، راه ما كاين حتى شي حاجه اخرى على الفلوس. وكان وبالفعل لاحقا بان بانه كاينه شي دوله بحال هكا هي اللي، لاننا كون كانت المبادرات الاعداء الحقيقيين ما يخدموش في العالم. على كل حال الفكره اللي بغيت نقول انا، هاد الشيء ملي دار علانيا حتى راه كان مزيان، يعني وان كان ما خصوش يخلع، ولكن حنا خصنا نردوا بالنا، نقولوا مثلا نحيدوه، ولكن خصنا نخمو الحاله اللي وصلنا ليها، وراه ما دارهاش هاد المعهد ولا هاد المركز. لا، اذا انا الانسان ما خصوش يطيح في هاد الخطا، بمعنى انه فيما يظهر شي واحد جامع الملاحده او للمتشككين
غتمشي تشكي بها عند السلطه ولا الدوله يقدروا يسدوا له ولا شي حاجه، راه المشكل ما سهلاش. لا راه بنادم خصو يقرب ويبحث شنو هي المنافذ الخطيره الصامته اللي كيجي منها هذا الشيء. انا نعطيكم على مثال دابا، مثلا دابا هادو اللي قاعدين كيقولوا الهضره ديال هادوك دابا تاع هادو اللي عندنا لوكا وداك الاعشاب وداك المهم شي واحد اخر البخاري وداك داك ديهيا شي حاجه بحال هكا، الملكه ديهيا، الملكه ديهيا ملي كتجبد له العهد النبوي ونساء النبي كيبقى يتهكم واحد شويه، ملي كتجبد له ديهيا كيقلش عينه. وكانت ملكتان أمازيغيتان عظيمتان، مع أنه دي هي قبل من ظهور الإسلام مع رحل من قرن، مع أنه نساء النبي كانوا عيالات ديال النبي يقود أمة دولا وشعوبا، وبقت الخدمة ديالو سارية إلى يوم الدين. دي هي كانت رئيسة ديال دولة، ماشي دولة، رئيسة ديال قبيلة قبيلة قبيلة. ملي كتجبد له ديك الملكه دي هي كيقل، شوفوا المنطق الهوج، شوفوا المنطق الهوج، هذا كيفيق وهذا ايه وكانت وكان. واحد شويه كتجبد له كيقول لك تخلف ورجعيه وما نعرف، وحنا خصنا نشوفوا العصر ووسائل العصر وداك الشيء ديال دابا وما نعرف، وهذه تجبد له عاوتاني دي هي ايه وكانت هنالك اعراف وكانت هنالك اعراف وكانت هنالك حضاره وكان هنالك قهان، وكيبقى ينفخ 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 ينفخ. واحد شويه كتلقاه ملي كيتجبد الاسلام تراث معضوي، تراث كذا شي، تراث كذا شي، تراث كذا شي، علما انه الا كان كيفرع فمه بهاد البلانات وهذه وهذه نتحداوه، يهضر غير بهاد الامازيغيه يلتزم بها يكون وفي ليها. دابا حنا كيف ما بغينا نكونوا عرب ولا امازيغ، العز ديالنا فين لقيناه؟ لقيناه في الاسلام، في الاسلام. والاسلام باش دخلنا له حنا كاملين كاملين، دخلنا له عن طريق اللغه العربيه لانها لغه القران، اللغه العربيه ولغه اهل الجنه. دابا حنا مثلا حنا في المغرب امازيغ وعرب، ملي جانا الاسلام جا سمح العربيه، لان ما يمكنلكش تفهم الاسلام ما فهمتيش العربيه. لقينا العز بهاد جوج ديال الحوايج، ودائما كنفتخروا بهم وكنهضروا باللغه العربيه. خلاص اللي عنده شي خصوصيات مثلا في قبيله او المسائل كيهضر بديك اللهجه المحليه، سواء كانت شلحه سواء كانت سوسيه سواء كانت هذه سواء كانت هذه، ولكن كندافعوا باللغه العربيه وكنتكلموا باللغه العربيه وكنتواصلوا مع بعضياتنا باللغه العربيه وكنزيدوا القدام باللغه العربيه وكنعبدوا الله باللغه الى غير ذلك. بينما هو ما يقدرش يستغنى على الامازيغيه اللي قاعد داير بها ما نعرفش شنو هو قاعد، ما هذا يهضر غير بالامازيغيه، ولكن ما يقدرش ما يقدرش ما يقدرش لا هو ولا غيره. حتى هاد الملاحده اللي كيقول لك على كل حال، نرجعوا للموضوع ديالنا. قلنا دابا هاد المركز هذا ملي دار على اساس انه يكون الاعداء ديال الاسلام، وبزاف ناس نوضوا تخلعوا، هذا دليل على اننا حنا الامن المسلمين راه باقي ما عرفناش كيفاش كنتخدموا. غنعطيكم واحد الحاجه، شتي اخطر الوسائل اللي قاعده كتخرب دابا في الشعوب الاسلاميه؟ راه ما طيح لكمش على البال. تليفون 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 دابا تليفون والانترنت اللي متوفر وكلشي، الدور الخطر اللي قاعد كيديروا حاليا صامت ما داير له لا معهد ديال تكوين المتشككين، ما داير له لا معهد ديال فسخ الاسر وتشتيت الاسر والتمييز، ما داير له والو، ولكن خدام صامت. بغيت نقول لكم انا خصوم الاسلام كيخدموا في الخفاء، الدور اللي كيديروا قلت لكم انا غير هذا التليفون وهاد والاسر اللي صافي غزو ماحق ديال 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 ديال, ديال, ديال المفاهيم ديال الشياطين، غزو ماحق. دابا صافي العقول كلها دات هاد الوسائل، واش علانيه معروفه وعندها مركز، مثلا مركز تدويخ الاطفال، مركز تدويخ النساء، مركز تدويخ الرئ، لا كيخدموا بوسائل صامته وقاعدين كيلعبوا في الذكاء وفي الدماغ ديال الانسان بصمت. عليها بغيت نقول لكم انا اعداء الاسلام حركه سريه تعملوا في صمت، هذيك هي اللي خاص الانسان يقلب عليها. اما احمد ومحمد وايلال وزيد والله خور والعيو هذا وهذا وهذا، هذيك سرعان ما ربي كيفضحها، هذوك مفضوحه اصلا،
هما اليوم هما كيقول لكم حنا نخاب وقاريين، وصحابهم هادو عاوتاني اللي فتحوا في المركز في القاهره في مصر كيقولوا كلهم اطباء دكاتره واهرين ما نعرف شنو هو. والشعوب الاسلاميه فيها الاغلبيه الاميه، واش دوخوا الشعوب ما دوخوهاش، طلعوها في النهار الاول قلعوها صافي. رغم كيف قلت لكم ان الاسلام ما عنده شي دوله كتحميه، ما عنده والو كيحميه، وكلفوهم بخدمه سهله. دابا هادو اللي مصيفطينهم والمسائل وكذا وكذا كيعطيهم عطاهم خدمه سهله وفشلوا فيها. شنو هي هاد الخدمه؟ قال لهم حاربوا واحد الحاجه راه ما كاينش اللي كيهضر فيها ولا كيدافع عليها. شنو هي؟ هي الاسلام. دابا ما كلفوهمش، قالوا لهم خدموا مثلا ضد المسيحيه، راه المسيحيه ما يقدروش يقربوا ليها مثلا. ولا تسمع في العالم شي مركز تكوين اداب الخاصه للخزعبيلات، نقول خزعبيلات المسيحيه ولا خزعبيلات البوذيه اولا شعوذه المجوسيه اولا، ما يقدروش والله. ما عد هذا الشجاعه ولا ما عندهمش ما يقدروش. دابا قالوا لهم سيروا على الاسلام، راه اللي ولا قاعد كيزيد عام صيفطهم المهمه سهله، ولكن فشلوا ما داروا حتى شي حاجه والو. بمعنى انه العلن كيفضحوا الله، هذاك مكلف به الله، بحال داك العهد ديال الفيل، داك ابراها الامبراطور ديال الحبشه مع الله تم غادي الكعبه علانيه، سطل بحال هادو، غبي بحال هادو، بليد بحال هادو، تم غادي ليها علانيه. الامور العلانيه مكلف بها الله، انما احنا اللي مطلوب منا نتقلب على المسائل اللي كتتم في الخفاء مستوره. وهو هادشي اللي مره كنتكلم انا مثلا في الفيديوهات، راه كنتكلم وكنلم حنا، ما يمكن لك المهم كاين اليوتيوب وكاين الخوارزميات وكاين شي اسماء غير الا ذكرتيها عاوتاني راك كتعرف واش واقع بهادشي ديال الخوارزميات. عليها كنتكلم، كنقول لكم انا 250 سنه الاخيره من نهار تاسس تنظيم النورانيين 1776، هاد حركة سرية هي اللي فرخت هادشي اللي غادي به العالم، وهي اللي حاكمة دابا بالوسائل ديالها، مالكين وسائل التواصل ومالكين كلشي، ولكن الأقمار الصناعية والرسائل ديالهم اللي كتوصل الإنسان، كتوصل رسائل كتخدم في الله شعور الإنسان، ها حلفهم الإنسان مثلا في التفاهة والتسلية وهادشي الرخوة وهادشي ديال متبع الإنسان الملذات وهذه وهذه، هذيك هي الفرصة اللي كيعطيو أكبر قدر ممكن من الرسائل السامة. هذا هو العالم الخفي الخطير اللي خص الإنسان ينبش فيه ورد باله ليه. أما مثلا هادو اللي هما علانية وسميتو هادو، أنا قلت لكم حركات غبية، لأنه الخصوم الحقيقيين درسوا الانسان مزيان ودرسوا له شعور ديالو ودرسوا كيفاش تاثر فيه عن بعد، وكيفاش انك تستغل الوسائل ديال الالعاب ووسائل الترفيه ووسائل التسليه ووسائل الموسيقى ووسائل ديال الى غير ذلك. هذيك هي اكبر استغلال اللي غنعرفوا حنا شدوا دابا الجيل ديال الشباب كله هو غادي مشدود. كاين اللي كتلقاه مسكين ظاهريا الاسلاميه ولكن الدماغ ديالو باطنيا مشى مع هاد الوسائل ديال كذا الى غير ذلك. ما كفاش المجال الاخوان باش نحط لكم بعض الفيديوهات، ربما المناسبه المقبله نتمنى على الاقل رساله تكون وصلت ديالي. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.